مع اقتراب موسم الأعياد معضلة جديدة تبرز إلى الواجهة، فخوف المغتربين للقدوم إلى أراضي الوطن بلغ الذروة. ولكن مع إعلان الهدنة وسريانها عند الحدود الجنوبية أيضا، هل من حجوزات هذا العام لقضاء الأعياد؟ وهل اتخذ المغتربون قرارهم بالقدوم إلى لبنان؟ وفق موقع دياسبورا أون، عدم الثقة بالتزام الكيان بالهدنة قد يؤخر العودة للمقيمين والنازحين على الأراضي الجنوبية وخاصة المغتربين، خصوصا إذا استمرت الجولات القتالية على الشريط الحدودي إلى ما بعد سريان الهدنة الفعلي، وهذا قد يعني عدم تحييد الجنوب عن الهدنة التي تشمل القطاع. من هنا يعيش المغتربون حالة من الترقب، فمن جهة هم عاشوا الحرب بتفاصيلها خائفين على أهلهم في الجنوب، ومن جهة أخرى يريدون مراقبة الوضع إذا كان يسمح لهم بالتفكير بزيارة لبنان في موسم الأعياد القادم للإطمئنان على من يحبون وعلى بيوتهم وأملاكهم في الجنوب اللبناني. الهدف هو بث روح جميلة عند الأهالي في الأعياد بعد العناء الذي عاشوه أثناء الحرب اليومية. اليوم لونكاس بلاز عمره 10 سنين وبتأسف، والأول مرة من خلال 10 سنين كنا عم نقفل أبوابنا بوجه ضيوفنا، حتى خلال جائحة كورونا نحن ما كنا مسكرين، كنا فاتحين. طب الموظفين هل تم صرفهم؟ شو صار فيه؟ هذا الشيء اللي بحب أذكره، إنه اليوم نحن موظفين 600 الموجودين عندنا مجموعة لونكاس محافظين عليهم كلياتهم، والقرارات اللي اتخذت لتسكير الفندقين هو للحفاظ على المجموعة أولاً وللفنادق الباقي ثانياً، وأكيد على موظفيننا كلياتهم يكونوا باقيين معنا بالفنادق الباقي عم يشتغلوا. والمعاشات رح يضلون يتأمنوا؟ والمعاشات إن شاء الله لحديت هلا عم نعمل كل جهدنا إنه ما يتأثر الموظفين، لأنه نحن أوريدي نحن بلبنان كنا عنا أزمة اقتصادية كتير كبيرة، يعني ما بدنا نزيد على جرح الموظفين بتسكيرنا، فعم نجرب قد ما فينا نكون عم نحافظ عليهم. يقول أصحاب أحد المطاعم والفنادق خلال اتصال مع الجديد بأنهم يتنفسون الصعداء، لأن احتمال انتقال الهدنة إلى وقف إطلاق نار قريب قد يعيد الأمل للموسم والأعياد القادمة، لأن استدباب الأوضاع في لبنان سيسمح للمغتربين بالعودة لاتخاذ قرار زيارة لبنان، وهذا سيعيد تحريك الوضع الاقتصادي الراكد منذ بداية الحرب في الجنوب، والأيام القادمة ستكون كفيلة برسم صورة المرحلة المقبلة. كل مؤسسة هي بتتخذ الإجراءات تبعها، ما فينا ناخذ قرار بهالاتجاه. كتير من المؤسسات الفندقية بجبل لبنان وبأطراف المناطق اللبنانية أقفلت أبوابها. نحمل كل الموظفين فترة قصيرة، شهر شهر ونص، نص الموظفين إذا طالت أكتر، بس إذا راحت على 5-6 أشهر الوضع الأمني والحرب بعد دائرة، ما في مؤسسة تقدر تحمل هالشي. هذا في صرف بده يصير. على صعيد حركة الحجوزات، كشف موقع لبنان 24 إلى أن عددا من اللبنانيين في الدول العربية ولا سيما في الخليج لن يأتوا إلى لبنان لتمضية فترة الأعياد، ولكن الحديث عن حجوزات كبيرة هو كلام دعائي وتشجيعي أكثر مما هو واقعي. ويختم الموقع إلى أن المعطيات السياحية حاليا شبه معدومة، فلا حجوزات ولا سياحة، والأوضاع في لبنان والمنطقة ككل لا تشجع أي سائح على زيارة البلد. أما التعويل الرئيسي اليوم هو على المغترب اللبناني الذي لم يترك بلده في عز الأزمات، وهو يتحدى الظروف ويأتي إلى لبنان، وهذا ما سيتوقع خلال فترة الأعياد المقبلة.